السلام عليكم يا جماعة، احنا كنا فاهمين الفيديو ده عشان يكون معانا الشرح بتاع المنهج بتاع الوزارة، بحيث ان انت لو احتجت في البحث بتاعك اي حاجة تفيدك في البحث عايزها من المنهج، فالمنهج يكون معاك متسجل شرحه، بحيث ان انت في سؤال انت عايزه من المنهج مش فاكر انا شرحته ازاي، مش فاكر انا قلته ازاي، فبالتالي ترجع الفيديوهات دي تفهم ايه زي دي بتتقال ازاي عشان تعرف تجاوب فيها في البحث على راحتك. والله احتجته يبقى تمام، ما احتجتوش خلاص يبقى برضو انت عندك الجزئية متأمنة ليك. افكرك احنا كنا بنتكلم في الكيميكال كومبينيشن، كنا بنتكلم هنا على النمبر اوف نون اليمنتس تيل ناو ان هم 118 element، على فكرة اسمها كومبينيشن مش اسمها كومباينيشن، تمام؟ ممكن ترجع لجوجل، ممكن ترجع على اي ديكشنري تتأكد من الحوار دوت. احنا عندنا في حاجة اسمها classification of elements، ال elements قلنا ان هي classified لمتال ونون متال ونوع الجاز، في تقسيمة كمان ل element أو نوع رابع بس مش عندنا دلوقتي. بنقسمهم according to their properties and electronic structure، حسب ال properties الصفات بتاعتهم وال electronic structure. قلنا ال properties اللي هي أول جزئية ال luster مثلا shining، يعني بيلمعوا من الآخر، they have luster أما they don't have luster، conductivity of heat good conductor bad conductor of heat، conductivity of electricity good conductor of electricity و bad conductor of electricity. State of room temperature قلنا ان كلهم solid ما عدا الميركوري وهو الوحيد liquid، اما هنا في solid و liquid و gas. malleability و hammering هنا malleable and ductile اما هي not malleable and ductile. ده بالنسبة للجزء الأولاني اللي هي ال properties. اما ال electronic structure طبعا قلنا ان ال metals elements have 1 2 or 3 electrons in the outermost energy level، اما هنا لو كان 5 6 7 electrons. طبعا احنا كنا خدنا الاين وقلنا ان الميتال لوز الكترونز تديني بوزيتيف اين، اما النون ميتالز جين الكترونز تديني نيجاتيف اين. دي الاكزامبلز بتاعتي. اهم معلومه عندي نكون عارفها في الحته دي ان هو اونلي ليكويد ميتال هو الميركوري، اونلي ليكويد نون ميتال هو البرميل، واونلي نون ميتال لجود كوندكتور اوف الكترونز، الوحيد اللي نون ميتال لجود كوندكتور اوف الكترونز هو الكربون بتاعنا او الجرافيت. جرافيت او كربون هو ده الوحيد اللي نون ميتال بس جود كوندكتور اوف الكترونز. عشان افكرك احنا كنا بنقول ان الميتال زي الصوديوم عنده 11 ده الاتوميك نمبر و23 ده الماس نمبر، تمام؟ هو قصادنا هو 23 ماس نمبر. طيب انا عندي هنا في 11 الكترونز اللي هو الاتوميك نمبر و11 بروتونز اللي برضه الاتوميك نمبر، اما النمبر اوف نيوترونز اللي فوق ماينس اللي تحت، ماس نمبر ماينس اتوميك نمبر يعني 12 نيوترون. 281 ده التوزيع بتاعت الالكترونز. هو هنا عنده 1، قلنا لو 1 او 2 او 3 يبقى ده ماتل، تمام؟ زي ده واللي تحتيه الصوديوم والمغنيسيوم. هو لوز 1 الكترون او لوز 2 الكترونز او لوز 3 الكترونز بيخسر 1 او 2 او 3، تمام؟ يعني بيخسر اخر الكترون سواء كان 1 او 2 او 3 اللي هو معنى ان هو ميتال ان هو اقل من 4 ويديني البوستيف اين. طب لو خسر 1 هو كان عنده 11 الكترون بقوا 10 بس. طب لو خسر 2 هنا كان عنده 12 الكترون بقوا 10 بس 10 برضه بس. طيب 10 الكترونز و11 بروتون، طب ما البروتونز اكتر من الكترونز 1، فعشان كده اهو زي ما انت شايف اهو انت عندك هنا 10 الكترونز بس 11 بروتونز، يبقى البروتونز اكتر ب 1 يبقى بوست ب 1. طيب عشان نفتكر الموضوع يا جماعه كنا بنقول ان هنا برضه 28 وهو كان 282 خسر 2 الكترونز بقى 28 بس. طب هنا انا عندي 12 بروتونز بس 10 الكترونز، البروتونز اكتر من الالكترونز 2 يبقى هنا بوست ب 2، تمام؟ خلاصه الحوار ان انا خسرت 1 الكترون وكانت الكفتين قد بعض، 11 بروتون 11 الكترون 12 بروتون 12 الكترون، لما بخسر من الالكترونز بخلي ان كفه الالكترونز تقل فبالتالي كفه البروتونز بتكون اكتر، فعشان كده البروتونز اللي هي بوزيتيف هتكون اكتر فعشان كده بسميها بوزيتيف اين. هنا البروتونز اكتر ب 1 فعشان هنا بوزيتيف 1، هنا البروتونز اكتر ب 2 عشان هنا بوزيتيف 2 او عشان كده هنا بوزيتيف 2. وكنا بنقولها بطريقه سهله، قلت لو لوز 1 يبقى هنا بوست ب 1، لو لوز 2 هنا بوست ب 2 على طول. يبقى بالراحه كده انت في الاتوم هنا هي نيوترال. نيوترال يعني ايه؟ يعني الالكترونز قد البروتونز، يعني البوستيف قد النيجاتيف، البوستيف هي البروتونز والنيجاتيف هي الالكترونز، فهو انت عندك البوستيف قد النيجاتيف عشان كده الاتوم نيوترال، يعني لا ده ولا ده. لما خسرت الكترونز خليت كفه الالكترونز قلت اللي هي النيجاتيف، وخليت كفه البوستيف بقت هي اللي اكتر، النيجاتيف قلت. معنى الكلام دوت ان في الاخر هيجي حاجه اسمها بوزيتيف ايون.
بوست باين ده عباره عن ايه بقى؟ بوست باين مكتوب الديفينيشن في الاول ان هي عباره عن اتوم لوزز وان الكترون اور مور ديورينج كيميكال اكشن. اتوم خسرت الكترون او اكتر في الكيميكال اكشن ده. يعني اتوم كان عندها الالكترونز قد البروتونز فخسرت شويه من الالكترونز. تمام؟ عشان توصل في الاخر ان يبقى اخر ليفل عندها كامل زي النوبل جازز. عشان تبقى مرتاحه زي النوبل جازز. اما في حاله النيجاتيف ايون دي اتوم جينز 1 الكترون مور يونيك كيميكال اكشن. لو بصيت كده انت عندك برضه هنا 17 يبقى 17 الكترون 17 بروتون على طول. ده ماينس زي دي نيوترونز دي نيوترونز حلو جدا. طب دي نيوترونز اتوم ليه؟ لان البروتونز قد الالكترونز النيجاتيف قد البوستر. هنا مش هتخسر 7 اللي فات كان اسهل له انه يخسر 1 او 2 او 3 تمام. اما هنا هيخسر 7 كاملين لا. فقلنا ان احنا بنعمل حركه حلوه جدا ان احنا بنكسب عليها 1 الكترون. ما هو انا لو معايا 1 2 3 اسهل لي اخسرهم. انما 5 6 7 اسهل لي ان انا اكسب عليهم. فكنا بنكسب الكترون فعدد الالكترونز هيزيد كفه النيجاتيف بدل ما كانت بتقل في الفات ده هتزيد هنا. فالنيجاتيف بقى 18 والبوستيف بقى 17 النيجاتيف اكتر يبقى هنا اكتر بنيجاتيف 1 فدي من البوستيف اين دي نيجاتيف 1. نفس النظام هنا اهو بص هنا 2 6 6 2 بقى كام؟ بقى 2 الكترون و 8 بروتونز. الالكترون اكتر ب 2 النيجاتيف اكتر ب 2 فده نيجاتيف 2 بنسميها نيجاتيف 1. يبقى الاين عامه هو اتوم لوز جينز سوري اتوم لوز جينز 1 الكترون مود يونت انتراكشن. النوبل جازز معروفه ليمت الاوتر انرجي ليفل كومبليتلي فيلد وذ الكترون. طب هي النوبل جاز ده بيديني بوست فايف؟ طب بيديني نيجاتيف ايون؟ لا طبعا لان هو اخر ليفل كامل. انا بعمل ده كله عشان يبقى اخر ليفل عندي كامل. بص هنا اخر ليفل مش كامل، هنا اخر ليفل مش كامل. بص بقى كامل ازاي؟ انا بعمل ده كله عشان يبقى كامل. فبدل ما هو كامل شكرا خلاص كده زي الفل. فالنوبل جاز بيبقى لوحده سنجل اتوم. النوبل جاز ما بيخشش في كيميكال كومبينيشن. النوبل جاز ما بيدينيش بوزيتيف ايون ولا نيجاتيف ايون لان بكل بساطه لان الاوتر موست انرجي ليفل بتاعه كومبليتلي فيلد وذ الكترونز. فتلاقي مكتوب عندك ان البوزيتيف اين اللي بيسموه كتاين او النيجاتيف اين اللي بيسموه اناين زي ما واضح قصادك اهو ان هو اتوم وبالتالي المنت لوز 1 الكترون موديول كيميكال اكشن. اما هنا جينز 1 الكترون موديول كيميكال اكشن. الجزئيه دي انا المره اللي جايه سيبها انتوا خلاص خدتوها. يعني ممكن انا مش محتاج ان هذا تاني اللي هي بتاعت النمبر اوف بروتونز والنمبر اوف الكترونز عايز تفكروا فيها. والمره اللي جايه ان شاء الله هنتكلم عن التايبس بوم. اي حاجه تحتاجها للبحث ان شاء الله دي متوفره ليكم في الفيديو. بس انت لو احتجت اي حاجه ليها علاقه بالمنهج وشرحه هتبقى موجود هنا ان شاء الله باذن الله. المهم ان احنا نركز فيها وان شاء الله